السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في قناة كوكب الأرض وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة بنتي بميت راجل بسمعها من أقرب الأقربين، عايزة اللي أنا أكمل بميت راجل ديت مع والدتي ومع نفسي، عايزة أعمل حاجة. بميت راجل هي الجملة التي تسمعها دائما من أقاربها ومعارفها، وهي الجملة التي تؤمن بها دائما وتؤمن أن البنت تستطيع أن تكون بميت راجل بطموحها وعملها. ولا واحدة من سائقات التاكسي اللائي تجاهن نظرات المجتمع الغريبة كونهن سائقات، ولكن حكاية ولاء مختلفة عن غيرها، فكل ما تريده أن ترد الجميل لأمها وتصرف عليها. الشغل مش عيب، وأنا هكمل عشان أكون بميت راجل مع أمي وإخواتي. هذا ما قالته ولاء صبحي التي تبلغ من العمر 37 عام من سكان شبرا. وعن حكايتها قالت ولاء: إحنا 5 بنات عايشين مع أمي، ووالدنا متوفي من زمان وأمي شقيانة علينا. كنا فاتحين محل سجاير ومشروبات وحلويات، أمي صرفت علينا وشقيت لغاية جوزت إخواتي البنات، وأنا اللي لسه عايشة معاها. قررت إننا لازم نبطل وقفة في المحل عشان كلام ومضايقات الناس، ونشتري تاكسي نشغله بالأجرة. وأضافت: الحمد لله ربنا كرمنا واشترينا تاكسي وشغلنا عليه سواقين، بس طلعوا عينينا، محدش بيخاف على قرش حد، دايما مستهترين وبيضحكوا علينا في المصاريف عشان احنا ستات. ومن هنا قلت لأمي أنا اللي هنزل أشتغل بنفسي وأشوف طلبات البيت، وتعلمت السواقة وبدأت شغل وبقالي 3 سنين بشتغل عليه. لم تسلم ولاء من المضايقات، فقالت: بسمع كلام كتير بيضايق بس ما بركزش فيه، عشان لو ركزت مش هعرف اشتغل. بيفضلوا دايما يقولوا مزه وبتشتغل سواق التاكسي، وساعات بيقولوا احنا سايبينكم في البيت علشان تنزلوا تقطعوا علينا في الشغل، وما يعرفوش ان الارزاق بايد ربنا ومحدش بياخد رزق حد، عشان كده ما بركزش لان ورايا مسؤوليه وبيت وامي اللي لازم اعوضها على تعبها وشقائها علينا.